نذهب الآن لنستعرض أبرز ما جاء بالمواقع والصحف المصرية مع زميلة كريستين رياض. أهلا كريستين. شكرا رغدة. أهلا مشاهدينا الكرام. وفي ذكرى تحدي الشعب المصري لجماعة الإخوان، الذكرى الخامسة لمواجهة الإرهاب في حدث تحدث عنه العالم أجمع اليوم، هو كذلك ذكرى انحياز الجيش لرغبة الشعب المصري لإحداث تغيير جذري في مستقبل وطنهم. في هذه الجولة نرصد لحضراتكم كيف تناولت صحف اليوم هذه الذكرى الخامسة. إذن نبدأ من بوابة الأهرام، حيث عنونت البوابة: المرأة المصرية كلمة السر في نجاح 30 يونيو. وقالت بوابة الأهرام إن المرأة المصرية تصدرت المشهد وبقوة خلال أحداث ثورة 30 يونيو، ولعبت دورا مؤثرا وكبيرا لا يمكن إغفاله أو تجاهله خلال الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في جميع ميادين وربوع مصر للإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين. البوابة أشارت إلى تصريحات مارغريت عازر عضو مجلس النواب، والتي قالت إن المرأة لعبت دورا كبيرا ومؤثرا في ثورة 30 يونيو، ونجحت في الحفاظ على هوية مصر ورفضت التنازل عنها تحت أي ظرف من الظروف، وكانت في مقدمة الصفوف التي تصدت للإخوان المسلمين خلال فترة توليهم الحكم، وأعربت بقوة عن رفضها واستهجانها لكل ما يرتكبونه. موقع اليوم السابع أشار أيضا إلى قول السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الفترة المقبلة ستشهد افتتاحات لمشروعات قومية وتنموية في مختلف أنحاء العالم. وأكد راضي أن 30 يونيو هو أحد أعظم الأيام في تاريخ مصر الحديث، بجانب يوم 6 أكتوبر 1973 في حرب تحرير سيناء، وهذان اليومان مشهود لهما في من العلامات البارزة في تاريخ مصر الحديث، مشددا على أن يوم 30 يونيو كشف حجم الوعي الفطري لدى الشعب المصري بالطبع، الذي تكون نتيجة للميراث الحضاري العريق، وهو الوعي الذي جعله لا يقبل تغيير الهوية الخاصة به. موقع الدستور أبرز تأكيدات مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس بأن ثورة 30 يونيو حققت إنجازا دبلوماسيا وسياسيا كبيرا، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك خطوات مهمة تم تحقيقها على الصعيد الإفريقي، وها أن مصر سترأس العام المقبل الاتحاد الإفريقي. موقع اليوم السابع أيضا أشار إلى تصريحات محمد الكومي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، والذي أكد أن ذكرى ثورة 30 يونيو تمثل لنا التاريخ الذي تحرك فيه الشعب المصري ضد جماعة إرهابية حاولت أن تخطف الدولة المصرية ومؤسساتها مدعومة من الخارج. وأضاف أيضا أن هذه الجماعة حاولت أن تدمر مصر من أجل الحصول على تمويلات خارجية، ولولا يقظة ووعي المصريين لكان هذا التنظيم قد تمكن بالفعل من تسخير البلاد من أجل قطر وأمريكا ودول الغرب. بهذا ننهي جولة الصحافة، والآن نعود إلى رغدة لاستكمال هذه التغطية. تفضلي. شكرا لك كريستين.